ما هو برضو يا جلال يا ابني ما تأخذنيش، اللي يشوفكو يقول مش زعلة ناس عاديين، يقول دي شبطة عيال. معلوق مش من ناحيتي والله يا حاج. طب والله العظيم وحياة غلاوتك عندي، وانت عارفة ان انت بالنسبة لي ست ستات الدنيا دي كلها. الدكتورة صفية من اول ما رجلها خطت البلد تاني وانا بتعامل معاها كأنها اختي بالظبط. معلوق امال ليه ما جيتش على الغدا الا لما قلت لك انها خرجت؟ يبقى معناته ايه؟ معناته انك مش عايز تشوفها. معلوم قصدي يعني معناته انه مش عايز يشوفها. يومين بس كده يا حاجة لغايه ما تعرف ان الله حق وتقدر وقفتي جنبها كانت عامله ازاي. وبيني وبينك يا جده انا برضو كبرت وما بقتش قادر استحمل زربانه الفوارسه وامصتهم. زربانه ايه يا اخويا؟ دي كانت بتفضفض معاك بكلمتين. معذوره ملهاش حد، هي ليها من غيرني. وانت برضو يا اخويا يعني ما تبقاش ناشف معاها، خليك لين والله العظيم. ده عامله زي البطونسه ليه؟ والله ولا ليك عليا يمين، البت طول ما هي قاعده جنبي وهي زي الفل، طيبه وهاديه وقلبها زي الفل. ايوه والله يا جدي زي عودي لياسمين الصابح. غيرش بس هي لها دبه كلام كده. والله ما تقصد، والله يا جده دي حنيه الدنيا كلها فيه. هي نسمه بس انتوا بس خدوا عليها شويه. معلوم. صافي يا لبن حليب يا قشطه الفوارس كلهم. يا حبيبي يا حبيبي، ما كانش حد يقول لي الكلام ده غير نافع ابني الله يرحمه. ألف رحمة ونور عليه. طب تصدقوا تمني بالله يا جدة وحياة النعمة اللي قدامي دي، أبويا نافع جالي في المنام وحلمت امبارح بحلم عجيب. صحيح؟ حلمت إيه يا واد؟ قول. خير اللهم اجعله خير. قال لي أدي يا حامد، قلت له نعم يابا. قال لي ما تجيلي يالا، قلت له أجيلك فين؟ قال لي تعالى لي هنا في التربة، قلت له لا يابا ده لسه بدري. قال لي تصدق أنت عيل ابن كلب واطي. طب ما تاخد اخوك حافظ وتروحوا له بدل الرومانسيه اللي شبعتنا. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.